نديرو نبقاو دائما في اتصال ونعرفوا راسنا باننا متصلين؟ بالذات الحقيقيه ديالنا من بين الحوايج هي اننا نكافئوا راسنا. من بين المكافآت هي اما ناخذ وقت مع راسنا ودائما نكون موعد مع الذات ديالنا، ماشي ولا بدات تكون معايا صاحبتي ولا راجلي ولا ولدي، لا كون معايا انا بوحدي وناخذ اوقات ومواعيد مع الذات ديالي. هذه كتعطي واحد الحافزيه انك تقولي انتي اولويه عند راسك، انتي كتهتمي براسك بزاف، وهذه قضيه زوينه بزاف 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 انك دائما تعودي انك تكوني كتاخدي مواعيد مع الذات ديالك، وانك كتفرحي انتي كاينه مع راسك بوحدك، لان كاينين بزاف فينا للاسف ما كيقنطوا من راسهم، فما بالك كيقولك علاش الاخرين ما حاملينيش، ما حاملينكش حيت انتي اصلا بوحدك مقابلاش راسك. كيفاش الناس غيقدروا يستمتعوا بالجلوس معاكي والانصات ليك ويهتموا بيك ويفرحوا فيك؟ لان اصلا انتي ما قدراش تسمعي لراسك، ما قدراش تهتمي براسك، ما قدراش تاخدي ولو مواعيد مع الذات ديالك. اوكي،